السلام عليكم تلاميذ السنه الرابعه ابتدائي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الخير. لي زيلاف دو 4 اني بريمير، جيسبر كو فزال بيان. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش تدعموني باعجاباتكم، واللي اول مره يدخل القناه يضغط على زر الاشتراك اللي راه موجود اسفل لا فيديو ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. نبدا مع بعض اليوم مع وضعيه ادماجيه لا برودكسيون اكريت على الحفله يناير والمولد النبوي الشريف. دونك لا فيت دو يناير اي لا فيت دو مولود. كنت ديجا حطيت لكم حفله المولد حفله يناير لا فيت دو يناير، كي حليت لكم التمارين حل تمارين صفحه 42 43 44 من كتاب الانشطه للغه الفرنسيه. تكتب حل التمارين وتكتب رقم الصفحات تخرج لك التمارين مع هاد مع الوضعيه الادماجيه. اليوم غادي نشرح لكم ندير لكم وضعيه على لا فيت دو مولود وندير لكم اعاده على حفله يناير. دونك لنبدا. قال لك افيك ما او مون كاماراد جيكري ان تيكست بور بريزونتي كومون نو فيتون يناير او مولود ا لا ميزون. جوتيليز لا بواط امو. قال لك مع افيك مع زميلك او زميلتك جيكري اكتب نص اكتب نص اقدم فيه كيف نحتفل بيناير او المولد في المنزل. قال لك ا لا ميزون ماشي ا ليكول ولا ا لا ميزون. دونك جوتيليز استعمل لا بواط امو. عطاوكم هذه علبه الكلمات تستعينوا بها في التعبير تاعكم. دونك هاد الكلمات هاد العلب عندنا ايفير الشتاء، ايتي الصيف، برينتون الربيع، اوتون الخريف. عندكم فيك التين، اموند اللوز، نوازيت البندق، لي نوا المكسرات. ثوازيام بواط عندكم كسكس صوص. دونك عندنا الكسكس لاصوص ليغوم الخضروات ولي فروي اللي هما الفواكه. عندنا بوجي الشموع، ايني الحنه، غاتو الحلويات، بونبون الحلوى. دونك نبداو الوضعيه الادماجيه تاعنا ونستعملوا هاد الكلمات. دونك اون كومونس. نبدا اولا بالعنوان، نعطي لو تيتغ لا فيت دو يناير حفلة يناير. سي ليفير نو فيتون لا فيت دو يناير ا لا ميزون. قالك انه الشتاء. نو فيتون لا فيت دو يناير نحتفل بحفلة يناير ا لا ميزون. درنا هذه كمقدمة. قالك اين نحتفل بالمولد في المنزل. سي ليفير استعملنا كلمة الشتاء من علبة الكلمات اللي عطاوها لنا هايليك ايفير الشتاء. نو فيتون يناير ا لا ميزون ا لا ميزون. بوان نبداو دوزيام فراز. مامون بريبار لو كوسكوس او ليغوم ا لا صوص. هايليك اون ا يوتيليزي لي مو كوسكوس صوص اي ليغوم. هايليك Maman prépare le couscous aux légumes à la sauce. Maintenant, troisième phrase. Papa va au supermarché pour acheter des fruits. Ça mène les fruits, rêve la boîte à mots, des bougies, rêve la boîte à mots, et des bonbons. Tiens, rêve la boîte à mots. Je suis très content. Anna, j'ai deux. Saïd, il a qu'un petit élmida. Je suis très contente. Très bien. Zidou le تاع الفيمين. دي فراز سامبل، جمل بسيطة ماشي صعيبة. دونك سي ليفير نو فيتون لا فيت دو يناير ا لا ميزون. مامون بريبار لو كوسكوس او ليغوم ا لا صوص. بابا فا او سوبر مارشي بور اشتي دي فروي دي بوجي اي دي بونبون. جو سوي تري كونتون تو سامبلومون. دونك On passe la deuxième production écrite. On commence toujours avec le titre La fête de Mouloud, Haflet el Maulid.
Aujourd'hui, c'est la fête de Mouloud à la maison. لك اليوم إنها حفلة إنها حفلة المولد في المنزل. نبدأ بلي بريباراتيف التحضيرات. مامون بريبار لو كوسكوس او ليغوم. هنايا ما كان والو او ليغوم اي دي بو غاتو او زاموند اي او نوا. قال لك امي تحضر الكسكس بالخضر وحلويات لذيذة باللوز والجوز. استعملنا ليغوم، استعملنا غاتو من علبة الكليبات هذيك اللي عطاوهالنا البواطامون، استعملنا جوتيليز اباند نوا. دونك غران مير مي دو ايني، استعملنا الحنة، عطاونا الحنة في لابواط. غران مير جدتي تضع لنا الحنة سوغ نو ما على أيدينا. اي لي بوجي بغول، والشموع تشتعل. استعملنا لي بوجي الشموع. دونك الاحتفالات تكون في التحضيرات بخاص تكون متشابهة، دونك يناير ولا المولد ولا أي حفلة. دونك نكملو. لو سوار مون بير نو رابيل لا في دو نوتر بروفيت محمد. Que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Quelle belle fête. Je m'en ai pas le coup filmé ça. Le soir, Abby Yudakirona nous rappelle la vie ou la naissance. Hayat Nabiyina, notre prophète. Prophète, m'en ai Nabi. Notre prophète, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Quelle belle fête. Yalaha min hafla. جميلة ولا نو سوم تري زورو، كنا جد سعداء. دونك جو ريبيت لا فيت دو مولود. aujourd'hui c'est la fête de مولود à la maison. maman prépare le couscous aux légumes et des beaux gâteaux aux amandes et aux noix. grand-mère met du henné sur nos mains et les bougies brûlent. Le soir, mon père nous rappelle la vie de notre prophète Mohammed. Que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Quelle belle fête. Très bien. Donc, inshallah a'zaï talamid, tkounou istafadtou men had les deux expressions écrites. Nous nous retrouvons dans des vidéos prochaines. مع السلامة، إلى اللقاء.